اخدتش عليكم وعلى حلاوتكم. ايوه حاضر. ايه ده؟ ايه الفراخ دي بتاعت مين؟ بتاعتنا يا حموكشي. ايوه يعني بيعملوا ايه هنا دول؟ اللي بيعملوا ايه؟ ده بيتهم، انا جايبهم اربيهم هنا. هو انت عايز تربي الفراخ في الشقه؟ ايوه طبعا يا حموكشي. ليه؟ علشان احل ازمه اسعار الفراخ. يا شيخه يعني الناس كلها مش عارفه تحلها وانت جايه تحليها؟ ايوه طبعا، يوضع سره في اضعف خلقه. ليه يعني؟ يعني انا مطلوب مني ان انا اعيش مع الفراخ دي؟ مالها يعني الفراخ عملت لك ايه؟ عملت لي ايه؟ ازاي نقعد في بيت فيه فراخ نربيها؟ طب الريحه والحاجات اللي بيعملوها والنظافه، طب لو جالنا ضيوف يعني نوديهم فين؟ لو جالنا ضيوف يقعدوا في اي حته. الله، يا ضيوف هتنفعنا يعني في الغلو ده. طب بلاش الضيوف، انا بقى اقعد فين؟ الريحه انا مش طايقها. لك ايه يا حموكش، اقعد في اي حته ما توجعش دماغي، المهم ان انا حليت الازمه وخلاص. بعد كده مش هنشتري الفراخ باسعار عاليه، احنا هندبح يا اخويا من الفراخ اللي احنا مربيينها، وكمان هنحل ازمه البيت. شفت، حليت ازمتين اهو. لا حول ولا قوه الا بالله، انا داخل انام. يا لهوي، انت داخل اوضه النوم. انت يا ست هانم. نعم يا حموكش. انت ايه اللي عاملاه في الاوضه ده؟ انت مربيه لي بط في الاوضه، يعني انا انام فين انا؟ انت اتجننتي في عقلك خلاص. عادي يا حموكش، انام هنا على السرير، ما هو البط بعيد عنك يا اخويا، ما انا بحللك الازمه. الله، بدل ما نشتري البط، والبط دلوقتي بقى غالي مولع، هنذبح براحتنا وهناكل ونعزم براحتنا، وانت هتوفر. انا غلطانه يعني؟ يا شيخ انت عمرك شفتي حد بيربي بط في اوضه النوم؟ عادي يعني، ان كانوا طبخوا في اوضه النوم. هي جت عليا؟ لا لا لا، انت اكيد اتجننتي، انت اكيد حاجه حصلت في عقلك. يلا طلعي لي البط ده من هنا بسرعه، ضفي الاوضه دي من الريحه. الله يخرب بيت كده. يعني وديهم فين البط؟ يعني ما انا ما ينفعش احط البط مع الفراخ. وديهم في اي نيله، انا مالي، انا عايزه انام. انت ايه، اتجننتي ولا ايه؟ ايه ده؟ هو ايه ده الصوت ده؟ انا سمعت حاجه غريبه. ها؟ لا انا سامعه اي حاجه. اوعى تكوني حلتي لي ازمه اللحمه كمان. لا لا لا، احلها لك ازاي دي؟ لا طبعا. والله انا خايف منك، لا تربي لي بقره في الحمام. لا اكيد مش في الحمام طبعا. امال فين يا تنكا هانم؟ انا مش مستريح لك يا وليه، انا سامع صوت غريب يا وليه في البيت. يا لهوي، ده رايح المطبخ. صدمه كبيره. يا نهار اسود، انت يا زفتة. ايه ده؟ انا عايز اعرف دلوقتي ايه الكائن الغريب ده. دي بقرة. بقرة؟ جايبالي بقرة في البيت؟ يوه، بحللك ازمة اللحمة، انا غلطانة يعني. ها؟ لا وكمان مش بس اللحمة، لا ده اللبن والجبنة والقشطة والزبدة وكل الحاجات. شفت هوفرلك قد ايه؟ ها؟